هيك اكيد متحرش هذا جست. ما بعرف اذا بتحطيه بخانه الغزل اللي كنت عم تحكي فيها قبل شوي مع خالد ولا شو رايك؟ خالد شو رايك؟ انا شايفتك غازل حلو. لا كذا غزل حرام. صح؟ لا غلبان. You're طيب. سو كيوت ميرسي. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. تفضلي. تفضلي. حلو شكرا. هاتي عنك هاتي. حبيبي ثانك يو. اشوف بقى حد اروح. شكرا على ذوقك حبيبي. خالد يا حبيبي انت بتقول استنى بس استنى استنى شو الحركات الحلوه دي شايف شايف ازاي ظبط نفسك انت يعني انا بعرف شو اقدر المراه واقدر ذوق المراه اللي معانا والاراء الحلوه قوي هاي الاشياء اللي الواحد يفرح لها وينبسط لها قول قول كمان بحب كلامك قول. اي كمل يا اخويا بحب كلامك كلامي انت كمان عاوز اجيب لك ورد لا مش عايز ورد يا حبيبي انا عايز اتفرج على اللي يحصل طب ليه انا ماني معك باللي كنت عم تقوله ابدا قبل شوي سمعت وجهه نظرك لا والله شو يعني شو يعني انك تحبس مرتك بالبيت وما تخليها تطلع مشان ما تتعرض للتحرش حقي حقي طبعا انا انت هيك عايز مرتي تتعرض ليه حد تشتريها من السوبر ماركت لا يا حبيبتي انا بحافظ عليها انت هيك عم توجع راسك شو عرفك انه انت حابسها بالبيت وانت برات البيت كل ممنوع مرغوب صح ممكن تطلع ممكن تطلع من وراك فانت تقعد تفكر لا لا لا. كتير من لحظه لحظه هو جاي يصلحها يكحلها انا مش عارف بيقول ايه استنى مين دي اللي تطلع ممكن هي تطلع اكيد كل ممنوع مره قاعده بالبيت 24 ساعه انت شو رايك مثلا وهو حابسها وجاي بالليل ورايح من الشغل يعني انت مش تبي لها الحريه انت خايف انه هي ممنوع مرغوب يعني هو قال مصيبه انت قاعد تقول العن انا شايف انه هذا قرارها وهي لازم تاخده بنفسها يعني هي لو قررت تقعد تقعد لو قررت لو هي ما تقعد قررت يعني. ما تقعد طب انا هاخد قرار دلوقتي انا لازم اكلمها دلوقتي عشان اطمن عليها رايح فين واتاكد انها في البيت ايوه بس عن اذنك تعال انا في حفره هنا لا شوفي معي حق ولا لا في ايش معك حق بوجهه النظر اللي قلتها لخالد اللي هي اللي هو هذا قرارها قرارها هي بتقرر تقعد بالبيت ما تقرر تقعد بالبيت اي اكيد بينسوق اكيد اوف كورس يعني كونسبت اني انا عشان احافظ عليك اقوم احبسك ايوه لا it doesn't work لا انا ما بعمل هيك ابدا في عندي واحد رفيقي مرته كانت ماشيه لحالها بالمول أوكي. تعرضت للتحرش تحرش ولا غزل لا تحرش تحرش شو يعني نوعه يعني في حدا تغلظ عليها لفظ مو لطيف ممكن يكون عمل شيء ما بنعرف تحديدا نحن بس هي قعدت تبكي والقصة عملت لها تأثير نفسي قوي كتير وراحت على البيت وما حكت له شيء لجوزها وكأنه هذا الموضوع ما صار. ماشي، ثاني يوم رفيقه كان قاعد هو وياه على القهوة سأله عم يحكوا هنن مع بعض قال له أنا امبارح شفت مرتك بالمول وصار معها كذا وكذا 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 وشفتها منهارة وعم تبكي وواضح إنه في حدا كان متحرش فيها برأيك هو شو ممكن يعمل مع مرته؟ هو الرجل اللي عارف هي حرة بقرارها ما تبغى تقول هي الموقف هي اللي تعرضت له أبي أسألك سؤال بس هو هذا جوزها وهي خبت عليه أنتوا ليه فاهمين إن الزوج ملكية سيارة المرأة عنده يعني زوجته جست زوج ذكر أنثى رجل المرأة إيه بس المخلوق حابة تخبي هي حرة يا حبيبتي أنا عرفت إنه والله في حدا تحرش فيكي وأنت انهرتي بالبكاء قدام الناس وعملتي لي يعني شو بسقف لها يلا ياخذها بالاحضان لا 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 بياخذ بالاحضان ولا لا بالعكس يفهم منها ايش الموضوع خلصنا يعني انه ليش المفروض انه هي شيء تابع له او هي شيء من املاكه فهذا الملك تعرض لحاجه فهو المفروض الحين هي يعمل على اسمه شو يعني حامله اسمه هي ما لها اسم هي لها اسم هي طبعا. شامبينيو هي الرجل يعني اليس فطر الرجل فطر هي من فطر؟ يحتوي المراه والرجل فطر. اللي بتكون تحت جناحه المراه صح ولا لا؟ ليش نسر هو تحت جناحها؟ شو انت محسسني غراب نسر هو؟ نسر شو لك؟ غراب ما ليش تحت جناحها؟ ليش مو هي طير؟ ايه وهو طير آخر هو نسر وهي نورس لا خليه ايش معنى نورس؟ عشان ياكل المعفن هذا ياكل ليش نورس؟ لا احكي لك شو صار مع هي المرة من الآخر تفضل هذا صاحبي مسكها ذبحتني بصاحبك هو عم بحكي لك القصة اوكي ما نحن عم نصب الموضوع قتلها قتلي لمرته يعني شو بدي اقول لك حشك ولبك مثل ما بنقول نحن عرفتي شو يعني مرته تعرضت لتحرش هي ما وصلت لها بكيت وانهارت قدام الناس وما قالت له خبت عليه هو دري من برا راح عمل لها طبعا قتله بالبيت لكن انا ماني معه عشان تعرفي انا
هو صديقك؟ هو احد من معارفي. معارفك يعني. وانا عارضته وقلت له انت غلطان طبعا، الواحد ما بيتصرف بهالطريقه، كيف شو نحن وين عايشين بعصر الغاب؟ لا شوف، بحكم انا متخصصه تغذيه علاجيه وهيلينج وامور نفسيه في علم الرايك، انا متخصصه بلس اني فنانه، احب اقول لك انه صاحبك او من معرفتك ده عنده مشكله في هرموناته. ممكن اي اكيد. انا هذا لا، هذا ما تصنفه هرموناته اي ما تصنفه انه هو رجل، ولا تصنفه ذكر. شو بتصنفيه؟ ولا تصنفه شنب. شو لك كان ما صار في تصنيف رابع؟ هلا هذا رابع. في ذكر وفي انثى. ايه هذا خنثى. خنثى اي. يلا طيف. طبعا اللي بتيده على مرة. دكتوره وبتعرفي عندك؟ لا مش دكتوره، متخصصه ايه. عفوا مش دكتور، اخصائي. في شيء مثلا دواء معين ياخذوا لحتى يخفوا الهرمونات مثلا، او شيء لحتى نحاول نساعده يعني يظبط هرموناته؟ علبه ميك اب صديقي. والله طبعا. طيب حلو حلو، حل ممكن يعني. ممكن، مع انه انا بحس انه صعبه عليه شوي. رجالي بيديده على مرة مو رجال. انا ليكي انا مستحيل اني وافق على هذا الحكي، بس لا تعرفي، بتعرفي انا كيف انا ما اعرف انت، انا مو عايشه معك بتعرفي. لا انا عم بحكي لك يعني، مو معناته انه صاحبي يكون انا صاحب عزرائيل هذا المعفن. ماشي ماشي، الله يسامحك. أيه؟ ماشي الحال، انا ما هيك بتصرف بالموضوع. بس لا تعرفي، مشان ما تاخذي عني فكره انه انا بضرب مرأة وبحاجه ل لا لا، انت جايب فلاور، مستحيل اتخيل. مستحيل طبعا اعمل هيك، مستحيل، ولا بمد ايدي على مرأة باي حال من الاحوال. انا بتصرف بطريقه ثانيه. أنا اللي عملته مع مرتي أول ما تجوزتها، دبحت راس القطة من أول لحظة. كنت ماشي مرة أنا وياها بالسوق، ماشي هي وراي بخطوتين، أنا رحت لحتى أشوف شغلة هيك بمحل من المحلات، لمحت هيك بعيني في واحد بيضحك لها وبيغمزها وبيعمل لها حركات يعني. إذا بس واحد غمزة وكلام فاضي وتافه يعني تعطيه كف؟ حلو ماشيين على نفس الخط. اي طبعا. لا انا مو اعطيته كف. انا مسكته عملت له قتله طبعا، حشك ولبك. برافو. دعسته تحت رجلي بالارض. برافو. فرجيت العالم كله حواليه، فضيحه صارت بكل المكان. واضربه وطلع فيها، واضربه وطلع فيها، واضربه وطلع فيها. ليش تطلع فيها؟ هي صارت ترجف، صارت تعمل هيك، بتقول لي بليز الله يوفقك اتركه بس. صار بالارض الزلمه، حملت قلت لها تعالي معي. رحنا على البيت، ما فتحت تمي بحرف، قعدت انا وياها، فرجت على التلفزيون والمخلوقه صارت ترجف. من وقتها لهلا تمشي وراسها بالارض، ما بتطلع لا يمين ولا شمال. هذا باب الحاره جزء 12 ولا شنو؟ انا شو عملت؟ انا تركتها هي تاخذ القرار، انا ما قربت عليها للمخلوقه ابدا. انا ربيت الزلمه المتحرش اللي هو بده حقيقة ترباية قدامها لحتى هي ما تعود تفكر في يوم من الأيام. هي شو ذنبها؟ هي أنت كان قصدك إن كل ذا المسرحية ذي تسويها عشانها هي؟ هي إيش دخلها؟ هي اللي راحت تحرشت فيه؟ أنت إيش بتأدب؟ ولا مسرحية ولا مسرحية أبداً. قصدي الفيلم يعني الأكشن. أوكي فاين، أحمد السقا فيلم أكشن. أوكي اللي أنت سويته هذا كله كان عشان هي، مش عشانه هو. انا كل الوقت اشوفك انت حاطها هي بالموضوع، وذبحت قطه وذبحت ضفدع وما ادري وش سويت. ذبحت قط مو قطه كمان. اي الله. اي خوفتني بصراحه. فانا انت كل هاي المسرحيه ضد هالمسكينه يعني، مش ضد الرجل يعني. حتى هي ما تعطي فرصه لحدا. انا ما ليكي، انا ما عم بتهمها حرام. انا يعني انا زلمه مع مرتي كثير عقلاني وكثير وبعرف تماما وعندي ثقه كامله فيها. بس كيف عندك ثقه فيها؟ عندي ثقه. وكيف بتربيها؟ بس انا ما عندي ثقه بالناس. انا ضربت المتحرش، انا ما حكيت معاها ابدا. هي اللي قلقت تعمل حاجه. انا صديقي اخر البروجرام انت حتطلع متناقض، اللي قاعد تقوله شيء ما يشبه شيء. انت ذبحت القطه من اول يوم القط، من اول يوم ليها هي تمام، ونننا وانا بضرب فيه وبشوفها وهي ترجف. انت يور تارجت هي، والحين لا انا هو. ف احجز موعد، نصيحه احجز موعد اضبط لك الموعد. طيب سؤال، حسألك سؤال. انت بتتصرفي كيف اذا انت معاكي مثلا راجل وتعرض لتحرش من انثى ثانيه، كيف تتصرف؟ انبسط. تحرش. رجل معايا وتعرش وتعرض لتحرش. أيوة. تحصل كثير. ايه انبسط. تنبسطي ليش؟ انا ما احب ارتبط بواحد شكله نعال او قرد او ما حد يطالعه الا انا. تخيل ان انا اصحى الصبح الاقي جنبي ضفدع، صح؟
فحلو انا اطلع مع واحد وسيم كل هالناس الطالعه، فحس ان انا واو اختياري مش بس انا اللي شايفته حلو، ده حتى البنات شايفين اختيار حلو. بالعكس مصهبي، تخيل انا اطلع معي حد ما حد يشوفه غيري انا. يوه لا طبعا تنبسط. اي طبعا، بس عم بقول لك تحرش مو يا ابويا. تحرش راح ينقص منه رجله ايده، راح يرجع للبيت من غير اذن من غير عين، خليه يعيش. طب لو افترضنا انه في وحده تحرشت فيه شو حسوا؟ حتى اختصبها هذه البحث استحلاها وراح معاها بالعافيه. ذاك الوقت يكون انا في شيء هو شافه فيها غير موجود فيا. وشكرا نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو، حلو سفرك. شكرا. اي والله العظيم اقسم بالله. وهذه حريتك الشخصيه، اكيد انا في شيء انا ما مليت عينك، او انت بتحب تجرب شيء اخر، او الله مقلب القلوب والابصار. صديقي ما في شيء ثابت، الثبات للتغيير. كل شيء في الكون يعني انت متغير الا شيء واحد. كل شيء في الكون الثابت هو التغيير. زين، الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه كل يوم هو في شأن. على اساس انا بثبت عواطف انسان طول العمر لي انا او انا يعني نو اي دونت لوك للامور لايك ذس. انا عندي ثقه بحالي كثير عاليه وعندي تصالح، ما عندي مشكله. يعني تتركيه بتقولي هذا ما بيستاهلني؟ لا ولا اقول كذا يعني بقول انه ترى اتكلم جد وليس مثاليه. والله العظيم طبعا عم نحكي بصراحه، مش مثاليه تماما. في شيء هو انجذب له. سؤال، انا بحب هذا الشخص صح؟ هل بحبه لنفسه ولا بحبه لانه ينفذ ما انا احب؟ لا بتحبيه لنفسها المفروض. المفروض طبعا، لو احبه لنفسه وهو حب شيء اخر مش المفروض احب له اللي حبه؟ حلو. ولا لا؟ لو انا احبه لانه ينفذ ما انا احب، لا هنا صار حب تملك ومو حب، هذه رغبه. بتتركيه ولا بتضلي معه؟ بالعافيه عليه. لا لا لا, لا 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 ما كمل. بتحبي اذا هو حب بنت غيرك؟ بالعافيه عليه، يروح يروح وانا حروح احب حد غيره والحياه حلوه وحبني واحبك وكذا، وبطتنا بطت بطتكم كذا. تمام. ايه حلو. في الكوكب فيه صار اكثر من 7 مليار، قول كورونا خدمه. شمس كيف؟ قال من رب الرحيم. كيف؟ تمام. ليه ما قلتوا لي؟ ماشي الحال؟ كله منيح؟ شو عامله بالشباب؟ مو عامله هو. شو عامله بالشباب؟ ذابح قطط وشو مسوي؟ تفضل يا استاذ. ذكور ورجال وبنات. انا ما اعرف صراحه مين عامل بمين، انت ولا هن؟ يعني مين؟ انا سامع اصوات طالعه وسامع ناس عم تتخانق. ماني فاهم انا مين. تعرف شو صاير؟ شو السالفه؟ انت معي باب الحاره اللي طلع لي يمكن شوي. شو وجهة نظرك بالموضوع نيكولا؟ هات لنشوف. أي موضوع عم تحكوا؟ عن تحرش صح؟ صح. طيب أنا هلا بدي منك شغلة، أنا بعرف إنه أنت مش بس فنانة، أنت لايف كوتش. Yes. أنا بحضر فيديوز عليك بتعملوها على انستغرام أز لايف كوتش. ثانك يو حبيبي. صح؟ طيب أز لايف كوتش أنت ما عم بطلب منك نفهمهم، بس عم بطلب منك تحط حالنا محل المتحرشين. يعني ليه مثلا هيدا الإنسان بيتحرش؟ إي لأنه هو مو شريف. بس هو مو شريف؟ إي. طيب كيف بدنا نعالجه؟ لا انا اعالج لك شخص عنده حاله عقليه، حاله نفسيه، بس مش حاله شرفيه. طيب بس هذا الشخص موجود بالمجتمع. طب معلش بس انت بس بتحللي على فكره، ما عم تعطي علاج. يعني هي انا وخالد فتنا معك بالقصص وقلت جبت لك حالتين واخصائيه وما انت جايب لي قطو ما قطو. هذا مو حاله، هذا ديزني. لا انت بتتكلم فيه ديزني. ليه؟ لا لا مزبوط، انت وخالد فتوا بالقصص غلط كلها. هلا نحن انا جايين نعمل شيء ثاني، جايين نحاول نتفهم هالمتحرش. رايح العب مع خالد، لعب شوي ديزني وبعدين برجع لك. يلا حبيبي خد بالك من القط وانت ماشي. والله حللي بقى شوي هيك مثل ما حللتينا، وشوفي شو ممكن تعطيه ادويه لنيكولا. ما في، ما اعطي علاجات، ما اعطي ادويه. ما راح نحتاج. اعطي السلوك. ما راح نحتاج هرمونات. هرموناتكم. ايه.